Chapter 6 CPU Scheduling Lesson 4 Priority Scheduling. In this lesson, the following topics will be covered: Priority Scheduling Concept, Priority Scheduling Example. Priority Scheduling Concept. في Priority Scheduling كل process بيكون معاها رقم بيدل على Priority تبعتها. الرقم الأقل بيدل على Priority الأعلى. CPU تنعطى للبروسيس اللي إلها أعلى priority بمعنى أقل رقم. البريوريتي سكيدجولينج ممكن تكون preemptive وممكن تكون non-preemptive. في البريمتيف السكيدجولر بنقي البروسيس اللي إلها أعلى أولوية، وهي شغالة إذا إجت بروسيس على الريدي كيو إلها أولوية أعلى من اللي شغالة، بينعملها preempt وبتشتغل الجديدة. في non-preemptive السكيدجولر بيختار البروسيس اللي إلها أعلى أولوية، هاي البروسيس بتضلها ماسك السي بي يو ما بتتركه لو ايش ما اجى بروسيسز اولويتها اعلى منها الا لما تخلص او تعمل انبوت اوتبوت. الشورتست جوب فيرست عباره عن بريوريتي الجوريثم، البريوريتي الاعلى فيها بتكون للبروسيس اللي الها شورتست نيكست سي بي يو بيرست. مشكله هاي الالجوريثم انها ممكن انها تسبب ستارفيشن، بمعنى انه البروسيسز اللي الهم priorities أقل may never execute. السوليوشن للمشكلة الستارفيشن هون إنه نعمل aging، بمعنى إنه أرفع البريوريتي للبروسيس اللي ما عم يجيها الدور عشان تتنفذ مع الوقت. For example، لو كان عندنا خمسة processes P1, P2, P3, P4, P5 كل واحد في لهم أو في له priority أو أولوية، مين اللي لها process الأعلى أولوية؟ P2 أولويتها واحد، بعدين P5 أولويتها اثنين، بعدين P1 ثلاثة، بعدين P3 أولويتها أربعة، بعدين P4 أولويتها خمسة، ومحطوط كل جنب كل واحد فيهم البرست تايم تبعها. هلا using priority scheduling non preemptive بحكي لك بدنا نحسب الويتنج تايم والترن اراوند تايم لكل واحدة من البروسيسز. بحكي لك انه هدول البروسيسز وصلوا بنفس الوقت، يعني بنقدر نعتبر الارايفل تايم تبعهم كلياتهم زيرو ولكن في الترتيب التالي. ففي عندي خمسه بروسيسز P1 P2 P3 P4 P5، هاي البيرست تايم تبعهم تبع P1 10، P2 1 3 2، P4 1، P5 5. البريوريتي تبعت B1 3، البريوريتي تبعت B2 1، البريوريتي تبعت B3 4، والبريوريتي تبعت B4 قديش؟ 5، والبريوريتي تبعت B5 2. في البريوريتي سكيدجولينج بنقي السكيدجولر البروسيس اللي إلها أعلى أولوية، اللي إلها أقل رقم. مين البروسيس اللي إلها أقل رقم؟ اللي هي B2 قديش طولها؟ 1. فبتبدأ من زيرو وبتخلص بوين؟ بتخلص at time 1. هاي مين؟ هاي B2. شو بيكون في ضايل عندي في السيستم؟ بيكون ضايل عندي P1 10 وأولويتها 3، وبيكون في عندي B3 طولها 2 وأولويتها 4، وبيكون في عندي P4 طولها 1 وأولويتها 5، وبيكون في عندي P5 طولها 5 وأولويتها 2. خلصت بدها تعمل سكيدجولينج للبروسيس اللي إلها أعلى أولوية، اللي هي إيش؟ أقل رقم من هون اللي هي 2، اللي هي P الخمسة اللي طولها 5. إذا بدت بواحد 1 و5 بتخلص بمين؟ بستة. هاي مين؟ هاي B5. هلأ at time 6 شو بيكون في عندي؟ بيكون ضل عندي B1، وبيكون ضل عندي P3، وبيكون ضل عندي P4. مين اللي لها أقل أولوية هلأ؟ P1 اللي هي أولويتها 3، طولها قديش؟ 10. يعني إذا بدت بستة P1 إمتى بتخلص؟ 6
وعشرة يعني بتخلص at time 16. شو بيكون ضل عندي؟ بيكون ضل عندي بي 3 طولها 2 وأولويتها 4، بكون في عندي بي 4 طولها 1 أولويتها 5. مين اللي لها أقل priority؟ بي 3 طولها 2 16 زائد 2 يعني 18. هاي مين؟ بي 3. عند 18 شو بيكون ضل عندي؟ بيكون ضل عندي بي 4 طولها 1 وأولويتها 5. 18 و1 19. هاي مين؟ هاي بي 4. هلأ بنحسب الويتنج تايم. الويتنج تايم خلينا نشوف لا بي 1 بي 1 بي 1 فاتت at time 0 وبدت في 6، معناته الويتنج تايم تبعنا 6 ناقص 0 يساوي 6. بي 2 فاتت at time 0 وبلشت at time 0، معناته 0 ناقص 0 يعني 0. بي 3 فاتت at time 0 وبلشت at time 16، معناتها 16 ناقص 0 بتساوي 16. بي 4 فاتت at time 0 وبلشت at time 18، معناته 18 ناقص 0 ويساوي 18. بي 5 فاتت at time 0 وخلصت at time وبدت at time بخمسة، هاي فاتت at time 0 وخلصت at time 1، فبدها تكون 5 1 سوري 1 ناقص 0 بدها تساوي قديش؟ 1. هلا بدي احسب الافرج ويتنج تايم اللي هو عبارة عن 6 زائد 0 زائد 16 زائد 18 زائد 1 على 5. بيساوي 8.2. turn around time حكينا اياه بنحسبها عن طريق التايم لاين، او هو عبارة عن مجموع البيرث تايم والويتنج تايم لكل بروسيس. يعني هون 10 زائد 6 16، 1 زائد 0 1، 2 و16 18، 1 و18 19، 1 و5 6. الافرج اللي هو 16 زائد 1 زائد 18 زائد 19 زائد 6 على 5. ويساوي 12. حاول كإكزامبل تحل نفس الإكزامبل هاد using preemptive scheduling priority. This lesson has ended. Next lesson will be about round robin scheduling.